بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أعزائي الطلبة أتمنى أه أنكم بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله تعالى هذا يكون واحد الشابتر ديال لي نيميريك اللي كنا درنا في لاباج نعاودو إن شاء الله تعالى أه بطريقة اللي هي أدق وتكون الأمور كلها واضحة إن شاء الله تعالى إذا على بركة الله أه غنبداو بالشابتر الأول هو لي نيميريك نعرفوا شنو هما لي سويت نيميريك ولا المتتاليات العدديه هذا ديجا حنا قرينا في الباكالوريا وحنا ديجا فقط كاين شي امور اللي هي زايده هذا العام ان شاء الله تعالى وكاين بعض الدروس اللي هما زعما بعض الفقرات اللي اللي زايدين وماشي شي حاجه صعيبه فقط بالممارسه فالامور غتكون كلها غتكون كلها مزيانه ان شاء الله تعالى اذا نعرفوا شنو هي ان سويت لا ديفينيسيون ديال دي المتتاليه متتالية عددية تنقولو بأن واحد متتالية عددية شناهي هي جميع التطبيقات جميع التطبيقات لي تتمشي من ان يعني تناخدو قيمة من ان و عندها وتتكون عندها الصورة ديالها في ار يعني من n حتى ل ار خدينا أي قيمة هنا في n فإننا تتعطينا قيمة في ار مثلا آه لا الحاصل طبيعة الحال كاين مثلا هاد ان مثلا تساوي خمسة ان زائد ربعة هذه متتالية هذه إلا الان هذه منين تتمشي من ان حتى الآن يعني أعطينا الان قيمة عطيها أي قيمة مثلا إذا زيرو شحال تساوي غنعوضو ان بزيرو غتولي خمسة في زيرو زائد ربعة اللي هي ربعة مثلا بغيت ايه ان هي شحال غنمشي غنعوض هاد الان هادي بواحد وتعطينا خمسة في واحد زائد أربعة اللي هي مثلا خمسة زائد أربعة اللي هي تسعة وهكذا دواليك إذا بالنسبة للمتتاليات فهي حاجة اللي ديجا شايفينها وما ما زايدش شي حاجه كبيره هاد العمله ولكن مستوى ديال التمارين غادي يوضع يرتفع شويه بشويه فهمنا هذا هو اللي كاين قدش ديجا عارفينه نتوما ولكن حنا غنذكروا باش 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 ما نكونوش غير غاديين وصافي أه اذا هذا هو الديفينيسيون ديال لاسويت او لاسويت تنرمزو ليها بشكل تنحطو يو هكا وتنرمزو ليها هكا ان فهمنا راه ممكن تلقى هكا اف دو ان هذه زويت مثلا اف دو ان مثلا تتساوي مثلا ان زائد واحد على خمسة ان زائد ربعة مثلا هاد اللي تسمو كلهم تسميات مكاينش ما مكاينش ما مشكل في التسميات يقدر إيه تلقى VN 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 يعني في ان خلاص في ان دو في ان هادشي شفتوه يعني تنقولك بالنسبة للتسميات غير حنا تنسميوها غالبا مولفين حنا تنسميوها يو صافي متفق عليها عالميا بانها قوس ميوها اي وبعض المرات وفي التمارين فاش يكون بزاف ديال لي سويت تلقى اي في فيل والبي اكس ولكن زعما السميه المعروف عليها بزاف هو ولا الترميز المعروف عليها هو هذا اذا قلنا سويت نيميريك متتاليه عدديه هي جميع التطبيقات اللي تتمشي من ان حتى R من كل ان تعطينا قيمه في ار أه. يو ان وعوض مثلا نكتبوها ال ان هكا بحال فونكسيون اف دو اكس هكا تنكتبوها اف دو اكس هنا لتحت نديرو يو ان هكا يو ان دابا هذه هي نفسها تنرجو لها بهذا الشكل هذا يعني نفس الشيء وهذه هذه شو تسمى تسمى لو تيرم جينيرال دو لا سويت هذا الحد العام لو تيرم الحد العام للمتتاليه يعني انا هو اللي تسمى الحد العام يعني فاش يحدد فاش يقول لك الحد العام خصك تلقى ان شحال تساوي مزيان نوزو لا ديال لي سويت ماجوري لي سويت مينوري لي سويت بورني شنو معنيت لي سويت ماجوري شنو معنيت سويت بورني شنو معنيت معنيت سميت سويت مينوري المت... هذه متتالية مكبورة كنا شفناها العام اللي فات وهذه متتالية مصغورة وهذه متتالية محدودة إذا هذه سويت ماجوري يعني متتالية مكبورة سويت مينوري مت... متتالية مصغورة وسويت بوغني متتالية محدودة شنو معنية مكبورة ومصغورة محدودة شنو تنعنيو بها هذا ديفينيسيون تشرح لنا شنو معنية مكبورة ومصغورة محدودة بالنسبه الاولى زعما خدا بعدا واحد ان واحد سويت نيميريك واحد المتتاليه العدديه اللي حنا عرفناها شنو هي المتتاليه العدديه قال لك اون دي يو ان اي ماجوري سي ليكزيست تنقولوا بان يو ان راها مكبوره راها مكبوره امتى سي ليكزيست الى الى كان الى كان واحد ام ابارتين ار واحد العدد ام ينتمي الى ار بحيث ان يو ان صغر من ام الى لقينا بان يو ان صغر من واحد العدد ام دونك راها دونك لا سويت ان راها مكبوره بداك العدد ام دونك نقول بان لا سويت ان اي ماجوري لو نومبر ام ولا بار ام تنكتبوه صافي فهمنا وبالنسبه للمصغوره حنا غنديروا امثله باش باش نوضحوا دل.. هذا الخير هذا بالنسبه للمصغوره مثلا تنقولوا بان واحد لا سويت راها مصغوره الى في حاله لقينا واحد ام ابارتينير واحد العدد ينتمي الى ار بحيث ان ان كبر من ذاك العدد ممتاز او, أو،, 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 أو تنقول بانها بغني سيلي على فوا ماجوري اي يعني الا كانت مكبوره آه، ومصغره في نفس الوقت الا كانت مكبوره ومصغره متتاليه مكبوره ومصغره في نفس الوقت دونك نقول بان المتتاليه راها بغني يعني فاش تكون محصوره فاش تكون متتاليه محصوره مثلا محصوره بين زغرو واحد ولا ما بين ثلاثه وخمسه ما بين ناقص سبعه ثمانيه الى غير ذلك يعني فاش تكون محصوره مثلا المتتاليه مثلا الى جيت قلت لك المتتاليه هادي ان مثلا راها محصوره ما بين خمسه مثلا وثمانيه دونك هاد المتتاليه راها بوغني علاش بوغني لانها مينوغي بار 5 اي ماجوري بار يعني مصغوره بخمسه ومكبوره بثمانيه اذا راها بوغني يعني راها محدوده <applause> هذا بالنسبه للتعريف انا نديرو لو زيكزومبل على التعريف هذا زيكزومبل <applause> مثلا الى خدينا ان يساوي واحد على ان بحيث ان ينتمي الى ان اطوال علاش ان اطوال لان عندي ان في المقام يعني ما خصوش يكون يساوي عدد اللي هو نول آه... عدد اللي هو منعدم يعني ما يمكنش ناخذ ان هو عدد منعدم مزيان هذه اللي لاحظتوا معايا غنلاحظوا بان واحد على ان كيفاش جاي راه ان ينتمي الى ان اطوال اذا الاعداد غير... القيم اللي غياخذها ان هي اعداد طبيعيه موجبه يعني واحد ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه الى غير ذلك يعني هذا العدد هذا واحد على ان كيفاش لدينا ان واحد على ان كيفاش موجب قطعا لان القيم اللي تاخذها ان موجبه دونك بان ان ما مالها اكبر قطعا من من صفر هذه هي على اكبر قطعا من صفر اذا شنو دونك لا سويت المتتاليه المتتاليه ان راها كبر من صفر يعني مينوري باغ زيرو مصغورة بالصفر مصغورة بالصفر فهمنا هذا مثال بسيط ديال المتتالية مصغورة بواحد العدد فهمنا متتالية بسيطة ممكن أنا بناء لها مصغورة بالصفر ومثال بحالها بحالها في n مثلا تتساوي ناقص زي واحد على n زائد واحد و ينتمي الى ان اتوال ولا ان ماشي مشكل يعني هنا ما يمكنش قال الا خدات صفر غتبقى لك واحد في المقام ماشي مشكل اذا ناقص واحد على ان زائد واحد اذا هذه المتتاليه شنو غتلاحظوا غتلاحظوا معايا بان ان زائد واحد كيفاش جاي ان زائد واحد راه موجب ها والفوق شحال كاين كاين ناقص واحد عدد سالب على عدد موجب غتعطينا عدد اللي هو سالب فهمنا قلنا ان بلس ان لي بوزيتيف دونك موان زان سيغ ان بليس ان اي نيجاتيف سليكتومون اذا إيه يو ان مالها راها صغر من, من صفر تفاهمنا دو اذا إيه يو ان مالها اي مالها صغر من صفر اذا majorي majorي باغ زيرو تفاهمنا هادو متتاليات بسيطة اللي لقينا الاولى راها مينوري وكاينه الثانيه بانها مازوغي او راها مكبوره فهمنا هذا بالنسبه أمثلة بساطين لأي واحد ممكن أنه يلاحظ بأن هذه مكبورة وهذه مصورة مزيان نجيو واحد المثال اللي هو حتى هو في نفس الوقت راه بسيط اللي هو الشكل هذا يو إن تتساوي ربعة إن على إن نوس إثنان تلاتة إن نوس إثنان زائد واحد فهمنا 4n 2 على 4n على 3n 2 زائد 1 هذه هاد هاد المتتاليه هادي واش مقبوره واش مصغوره الى غير ذلك بطبيعه الحال غنلاحظو بان البسط راه موجب والمقام حتى هو كيفاش داير موجب علاش لان n ينتمي الى n لاننا لأن خدامين في مجموعات, مجموعات العدد الحقيقي الطبيعيه n اذا شنو غنلاحظو غنلاحظو ان ان 4n أكبر أو يساوي صفر، وعندنا أيضا أن المقام كيفاش داير؟ 3 إن أوس 2 زائد 1، أكبر قطعا من الصفر، تفاهمنا؟ إذا شنو نقول؟ دونك عندي المقام 4 إن على 3 إن أوس 2 زائد 1، كيفاش دايرة؟ أكبر أو يساوي صفر، لأن هادي كبر من الصفر، و هادي كبر من الصفر، يعني عدد موجب على عدد موجب راه يبقى موجب، إذا ألوغ لسويت سويت إن مالها أكبر أو يساوي صفر. فهمنا دابا انا بغيت نبين بان هاد المتتاليه هادي راها بوغني راها محدوده ما بين عددين يعني محصوره ما بين عددين فهمنا ها هو العدد الاول لقيناها بان يو ان راها كبر من الصفر شنو بقى لي بقى لي نلقى واش يو ان دونك شنو لقيت هنا هنا دونك شنو لقيت لقيت بان يو ان مالها راها مينوري باغ زيرو فهمنا؟ دائما نلاحظوا معايا بانني تنشوف واش ديك العدد موجب ولا سالب باش نتهنى بعدا من مينوري ولا ماجوري ولا تفاهمنا تنقارنها دائما بالصفر لان هذا الصفر تبقى من الاعداد اللي ممكن تعرف بأن واحد الحاجه واش كبر من الصفر ولا اصغر من الصفر الى غير ذلك بقات لي بقات لي واش صغر من شي عدد من ماشي عدد ولا لا الملاحظه اللي غنعطيكم هي كالتالي هي انه تلاحظ شو غنلاحظ؟ غنلاحظ غنلاحظ بان البسط كيفاش داير البسط عندي البسط صغر من من المقام يعني العدد اللي الفوق صغر من العدد اللي لتحت عندي 4 ان في الفوق وعندي 3 ان اس 2 زائد 1 لتحت غنلاحظ هنا علاش كيفاش كيفاش طرفها بان البسط صغر من المقام راه باينه هي دابا هنا ان وهنا ان اس 2 يعني غادي تطلع مادام انك خدام في ان 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 يعني راه دمه... خدام يعني الاداه الحقيقي طبيعيه يعني شوفوا معايا ان مقارنه مع ان اس 2 راه عدد كبير يعني غادي تكبر وخلاص هنا 4 وهنا 3 ماشي مشكل هنا لان الا كانت غادي هذه بلس انفينيتي غادي تمشي للزيرو يعني دائما دائما يعني البسط لاحظت بانه اكبر من المقام وبالتالي شنو شنو الملاحظه شوفوا معايا مثلا عندي واحد على جوج كيفاش جرينا البسط صغر من المقام شحال تساوي هذه غتساوي 0.5 اللي هي صغر من واحد مثلا جوج على سبعة مثلا شحال تساوي الا حسبتيها غتلقى فاصلة شي حاجه هي تلقى صغر من واحد دائما شوف الا كان البسط البسط صغر من المقام اذا شنو تكون ديك النتيجه دائما صغر البسط دائما غتلقى بان ديك الحاجه الى عندي البسط على المقام دائما غتلقاها بأنها صغر من واحد الى كان البسط صغر من المقام اي عدد الى خدمه مثلا على 7000 مثلا شي بحال صغر من واحد تفاهمنا هذه هي الملاحظه اللي غنلاحظها لان عندي 4 ان 4 ان على 3 ان زائد واحد دونك بالضروره بالضروره غنلقى بان ان راه صغر من واحد يعني شنو غندير انا مونترون كو ان راه صغر ولا كتساوي واحد نقولوا او تساوي خيارا سريكم اا أه... ردوا معايا البال ماشي سريكم راه صغر ولا تساوي واحد راه ردوا معايا البال كيفاش أ... عاوتاني طريقه اخرى ممكن اننا نعرف بها القيمه ديال يو ان ولا كيفاش فين نحصرها يو ان راه ممكن نعوض القيم الاولى مثلا انا نحسب اي زيرو عطيني زيرو انا نحسب يو ان شحال تعطيني 4 في 1 هي 4 على هي 4 على 3 زائد 1 اللي هي 4 على 4 هي واحد اي جو شحال هي غتحسب هي 8 على 3 في 4 هي 12 12 زائد 1 هي 13 هي صغر من واحد تفهمنا تعطيك صفر فاصلة شي حاجة اللي هي صغر من واحد إلى غير ذلك يعني تنعوض تلقى بأن القيمة غادي وغادي وتتولي وتتصغر غادي وتتمس... وتتمشي للصفر غادي وتتمشي للصفر وبالتالي هذه من الطرق زعما اللي ممكن أنني نبين بهم بأن هذا سويت راه مجهولة ما ينغيبش شي حاجة إذا شنو غندير أنا آه إذا شنو معني مونتخون هذه نبينو هذه إذا شنو هي خصني نبين بأن 4 إن على 3 إن أس 2 راه يعني كاينين بزاف ديال الطرق باش نبينوا هذه القاعده هذه هذه الحاجه هذه من بينهم من بينهم كاينه الترجع ولكن انا غنخدم بحاجه اخرى غنمشي نعوض نشوف شنو بغيت نمونطري ايكيفالون انني الا بغيت نمونطري هذه يعني خصني نمونطري هذه معنيتها انني خصني نمونطري بان 4 ان صغر من 3 ان اس 2 زائد واحد الضرب هذه في هذه الجهه هذه اذا شنو خصني نمونطري خصني نمونطري بان غنجيب هذا الشيء لهذه الجهه غتولي عندي ااا أه... 4n ناقص 3n اوس 2 ناقص 1 خصني نبينها صغر من صفر، يعني هادي هي النتيجة اللي خصني نبين، خصني نبين بأن 4n ناقص 3n اوس 2 ناقص 1 صغر من صفر، إلى قدرت نبين هادي فإنني نبين بأن ان راها صغر من 1 أول خطوات، مزيان، نجيو نبينو بأن 4n ناقص ل... نحسبو نشوفو الإشارة ديال هاد الحاجة هادي عندي 3n اوس 2 ناقص 3n اوس 2 ناقص 4 زائد 4n ناقص واحد قسم بينها صغر من صفر طبيعة الحال ما نلقاوش حسن نوجدو الإشارة هي دلتا غنحسبو دلتا هي بي اثنان ناقص ربعة أس سي شنو هي بي عندي هنا هي ربعة أس اثنان ناقص ربعة في أ في ناقص ثلاثة في ناقص واحد اللي هي شحال هي ستة عشر ناقص اثنا عشر اللي هي أربعة إذا الحلول إن أن شحال هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أ اللي هو ناقص ربعة ناقص جذر دلتا وناقص جذر ربعة اللي هو جوج على جوج في ا اللي هو في ناقص ثلاثة اللي هي ناقص ستة على ناقص ستة اللي هي واحد الحل إن هنا هو ناقص ب زائد جذر دلتا على جوج أ اللي هو ناقص أربعة زائد جوج على جوج في ناقص ثلاثة اللي هو ناقص جوج على ناقص ستة اللي هو واحد على ثلاثة مزيان دابا غندي غنجي ندير جوال الإشارة ديالي الإشارة ديالي غير وكم ملاحظة. آه انا خدام في ان فهمنا ولكن غندير جول إشارة في اف كله غير باش تكون الامور واضحه اذا مولا فيني حتى البليس انفيني هنا ان واخا آه انا ما كاينش ولكن ماشي مشكل غندير هنا واحد على ثلاثة وهنا غندير واحد صافي هنا تتكون عكس اشاره ا عكس اشاره ا شنو هي اشاره ا عندي ناقص يعني تكون هنا زائد وهنا اشاره ا وهنا اشاره ا مزيان انا في خدام عندنا في المجموعه ان يعني شنو دايهم مني دايهم مني صفر واحد جوج ثلاثة شوفوا معايا من واحد حتى لانفيني راها ساليبه تفهمنا ها من واحد حتى لانفيني راها ساليبه والصفر حتى هي كيفاش جايره في صفر راه ساليبه في صفر شفتوها راها ساليبه في صفر ها هي القيم ديالها ساليبه في صفر ومن واحد حتى بلوس انفيني راها ساليبه اذا شنو غنلاحظ غنلاحظ بان دو هنا ناقص ثلاثة ان اس اثنان زائد ربعة ان ناقص واحد كيف الجيرة رها سالبة في مجموعة n اللي هي صفر واحد جوش ثلاثة إذن دو ناقص ثلاثة إن نص زائد أربعة إن ناقص واحد صغر من صفر صافي فينا المو شنو غنلقاو أن يو إن رها صغر ولا كتساوي واحد وبالتالي دو لا سويت مالها إيه بورني يو ان عندنا محصوره ما بين الصفر و الواحد بهذا نكون سليت هذا ليكزومبل هذا ديال الماجوري مينوري اي بورن زول دابا الفقرة ديال لي سويت مونوتون متتالية الرتيبة متتالية الرتيبة يعني الرتابة المتتالية الرتيبة يعني <applause> واش تزايدية ولا تناقصية ولا ولا اش تكون يعني ديفينيسيون اولا ديفينيسيون

نقولوا بانها تزايديه راه ما كيما كنت نعرفوا امتى الا كانت يو ان بلس ان كبر ولا كتساوي يو ان هذا الشيء ان ينتمي الى ان الا حسبت يو ان بلس ان لقيتها اكبر من يو ان دونك راه تكون تزايديه وكيفاش نقولوا تنبغي الا بغينا نبينوها كيفاش نديروا يا تنحسبوا له فرق تنحسبوا الفرق ما بين يو ان بلس ان ناقص يو ان وتنشوفوا واش داكشي موجب ولا سالب او الثاني تنقولوا بان يو ان هذه المتتاليه هذه راها خواصونت؟ خواصونت دي كواصون شنو هي ديك كواصون هي العكس ديال كواصون وشنو هي كواصون كواصون قلنا تزايديه وبالتالي هذه غتكون هذه غتكون شنو غتكون تناقصيه عفوا تناقصيه صافي الشرفه اي ديك كواصون سي امتى الى إيه درنا لقينا العكس ديال هذه الى لقينا بان او ان بلس ار راها صغر ولا كتساوي او ان هذا اللي كل ان ينتمي الى ان بطبيعه الحال هنا هذه طريقة من الطرق باش نبين واش واحد لاسويت واش كرواسونت ولا دي كرواسونت مزيان هذه لا ديفينيسيون قلنا دي لا بغينا نبينوها تزايدية خاصنا نحسب يو ان بلس ان ناقص يو ان ونشوف الإشارة واش موجبة ولا سالبة نفس الشيء مع مع إلا بغينا نبينوها تناقصية خاصنا نحسبو يو ان بلس ان ناقص يو ان وخصنا نلقاوها بأنها راها صغر من صفر صافي يا شرفة نديرو أمثلة باش تكون الصورة واضحة أكثر ايكزامبل الى خدينا مثلا un تتساوي ان اوس ان ينتمي الى ان بغينا هذه المتتاليه هذه قلنا هي الطريقه هي نحسب ان زائد واحد نحسب كاركيلون ان زائد واحد ناقص يو ان موجب ولا سالب اذا عندي ان اس 3 الا بغيت نحسب يو ان بلس ان شنو غتساوي يو ان بلس ان كتساوي غنمشي ل ان هاد ان هادي اللي عندي هنا غنمشي هاد ان هادي اللي عندي هنا شنو غندير ليها غندير ليها هي بلاص ال ان غنحط ان زائد واحد بلاص هاد ال ان هادي هاد غنحط ان زائد واحد غتولي عندي ان زائد واحد كلها أس ثلاثة هذه هي يو إن زائد واحد وهنا غنطبق القاعدة ديالي ولا المتطابقة الهامة ديالي المتطابقة المتطابقة من ثلاثة إن زائد ثلاثة المتطابقة أ زائد ب كلها أس ثلاثة شحال تساوي هي أ أس زائد ثلاثة أ أس زائد ثلاثة أ ب زائد ب أس 3 هي اللي شنو هادي خليوها هنا في الجنب باش ما تلفوش عليها صافي هادي خليوها في الجنب هنايا باش نطبقوها اللي هي ان اوس 3 زائد 3 ان اوس 2 في 1 زائد 3 في 1 اوس 2 في ان زائد 1 اوس 3 شحال تعطينا هادي غتعطينا ان اوس 3 زائد 3 ان اوس 2 زائد 3 ان زائد 1 صافي مزيان نجيو دابا هذه هي شنو هي هذه هي؟, هي يو ان زائد واحد حسبنا نجيو زائد واحد ناقص يو ان, ان زائد واحد ناقص يو ان نعوض يو زائد واحد بالقيمه ديالها اللي هي ان نص زائد 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 منها يو هي جميله جدا هي هاد ان معاد ناقص ان نص 3 غيمشيو وغتبقى ليا ثلاثة إن اثنان زائد ثلاثة إن زائد واحد وكيفاش داير هاد الخير هذا؟ مادام أن إن ينتمي إلى إن هاد الأعداد كيفاش غيكون؟ أي قيمة عطيتها لهاد الإن هادي غيبقى هاد موجب صفر عطيها واحد عطيها جوج عطيها ثلاثة اللي عطيتها فإن القيمة ديال هاد غتبقى مو موجبة إذا شنو عندنا؟ إذا دو ولا دونك un, un, UN. الصفر دونك

هنا n ينتمي إلى n نطوال علاش خديت من n نطوال لأن عندي ألف المقام مزيان نفس القضية غنحسبو n زائد واحد ناقص n يأن... شحال هتعطيني؟ تعطيني خمسة n زائد واحد على n زائد واحد لأنني n زائد واحد إلا بغيت نحسبها غنمشي هاد n غندير لها زائد واحد هنا زائد واحد ولا فين ما تكون تكونش n غنعوضها ب n زائد واحد ناقص خمسة n على n صافي شنو غتعطينا هذه؟ هذه غنحاول نوحد ليها المقام شنو شناهو المقام من واحد المقام هو N هنا يا. N في و... N زائل واحد وغنضرب هاد ان هنايا ان فوا ان زائد واحد دونك مادام انني درت المقام فواحد العدد خصني هو نضربو في نفس العدد اللي هو ان فهمنا ناقص هنا المقام واحد قلنا فاش غنضربو هاد ان هادي غنضربوها في ان زائد واحد وهنا بقى فاش درت دلوقت المقام درتها في ان زائد واحد يعني حتى البسط خصني نضربو في ان زائد واحد دونك شحال غتساوي لنا هادي عندهم عنده نفس المقام اللي هو ان عامل ان زائد واحد كملاحظه هنا هاد خمسة ان هادي ان فوا هاد خمسة أس ان زائد واحد غنفرقها غتولي هي خمسة أس ان في خمسة لأن علاش لأن كان نعرفو بأن القاعدة ديال أ أس ان بلس ام هي أ أس ان في أ أس ان فهمنا يعني إلا آه كان عندي الأس فيه ان زائد ام هنا كاينة خمسة زائد واحد يعني ممكن أنا نفرقوه تولي أ أس ان مضروبة في أ أس ام اللي هي خمسة أس ان مضروبة في خمسة أس واحد اللي هي خمسة ناقص خمسة أس إن عامل ل إن زائد واحد علاش تندير هادشي باش نعمل بهاد الخمسة أس إن هادي الخمسة أس إن اللي عندهم جوج هي كاينة هنا وهي كاينة هنا غنعمل بها شحال هادو اللي عندي غتولي عندي هنا خمسة أس إن عامل شحال يبقى لي هنا إلا خمسة أس إن غتبقى لي خمسة إن وهنا شحال يبقى لي غتبقى لي ناقص إن زائد واحد بين قوسين لأنها كاينة باغي ناقص هنا كاينة ناقص هنا لأن الناقص خطيرة جدا خصني نرد مع البال دائما نرد البال مع الناقص شحال تعطينا هذه؟ غتعطينا n عامل ل n زائد واحد وهنا غتعطينا خمسة أس n عامل لخمسة أس n ناقص n ناقص واحد اللي هي شحال هي خمسة أس n على n عامل ل n زائد واحد أها إيه هنا شحال يبقى خمسة أس n ناقص n هي أربعة ان ناقص واحد غير نزل عليكم في الحساب عادي جدا ما فيهاش يعني ممكن ان اي واحد الملاحظه اللي غتلاحظ بأنها كاين ناقصه در دل الاقوس كثرت لهم الباء والامور الاخرى راه غادي مزيان دابا شنو كنا تنحسبوا كنا تنحسبوا يو ان زائد واحد ناقص يو ان دابا واش هاد الشيء اللي فاش حسبناها لقينا هاد النتيجه هادي هاد النتيجه هادي واش موجبه ولا سالبه مزيان هاد كيفاش دايره هاد 5 اس ان 5 اس ان راها موجبه و ان عامل ان زائد واحد راها موجبه بقات لي 4 ان ناقص واحد كيفاش دايره 4 ان ناقص واحد راها موجبه علاش موجبه لان اي قيمه عطيتيها الان غتعطيك غتعطيك كبر من صفر صافي اذا علاش علاش غنعطيها غنعطيها كار هي ان ينتمي الى ان اطول يعني ان اكبر او يساوي واحد غنضربها في 4 ان غتولي كبر ولا تساوي 4 ضربنا 4 هنا و4 هنا هي هذه غتعطينا بان 4 ان ناقص واحد غتولي كبر ولا كتساوي 4 ناقص واحد اللي هي 3 وهذه كبر قطعة من الصفر هاد 4 ان ناقص واحد كبر من 3 وهاد 3 كبر من الصفر اذا هذه 4 ان ناقص 3 راه حتى هي كبر من الصفر اذا شنو هذاك كبر من صفر وهذاك كبر من صفر وهذاك كبر من صفر شنو غنسنجو غنسنجو بان الشيء كله كبر من صفر ما كاينش شي حاله تاليب وبالتالي الشيء كله راه كبر من صفر ممتاز ممتاز اذا آه شنو غنلاحظو اذا آه دونك يو ان بلس ناقص يو ان كبر قطع من صفر ولا كبر قطع من صفر دو يو ان بلس ان كبر من يو ان

كاين <applause> واحد كاب بارتيكولير حاله خاصه حاله خاصه في الحاله ديال ا اه... الا كانت عندي ان موجبه الا كانت عندي ان ا تيرم بوزيتيف بور توت ان ن... يعني دائما موجبه صافي الا كانت عندي هذه الحاله دي. ممكن اننا اون بو كومباري ممكن نقارنو يو ان بلس ان على يو ان نحسبوها ونقارنوها مع ايش مع واحد الى لقينا سي يو ان بلس ان على يو ان كبر من واحد دونك غتكون يو ان مالها كروسونت تزايديه صافي لان الى جينا نشوفو هتضرب... ان زائد واحد غنضربها في ان غنضربها في واحد تولي ان ان تولي ان زائد واحد كبر من ان وحنا قرشنا في, في... في الديفينيسيون اللي سبق واش مفهوما الديفينيسيون تقول لك الا كانت ان بلس ان كبر من ان دونك راه كروسون هي هذه نفس الشيء هنا الا ضربتي هذه ان هنا ضربتيها في واحد غتولي ان زائد واحد كبر من ان ولكن شنو الحاجة اللي تزاد هنا الا كانت ان بوزيتيف صافي لان لو انها كانت هذه نيجاتيف راه يتقبل لك هاد الرمز هذا فهمنا يعني خصني نرد بالي علاش عطاني هادشي هذا عاوتاني سي ان على بلس ان على ان صغر من واحد غتكون لا سويت مالها غتكون العكس ديكروسون تناقصية تفهمنا هذه حالة خاصة ممكن نخدمو بها في الحالة ديال لي سويت لي هما موجبين في الحالة ديال لي سويت لي هما موجبين غنديرو مثال مثلا اكزومبل ها هو هذا مثلا un تتساوي واحد هذي مو؟ هذي على وبت... مش... يعني أن, أن, ان زائد واحد هذا كيف جاير هادي هذا هادي موجبة موجبة اذا شنو غندير الى بغيت نشوف واش ولا تناقصية وبهذه الطريقة راه ممكن ديروها بالطريقة العادية ولكن الى قلنا نشوف هاد القاعدة نطبقوها يعني غنحسب زائد واحد على يو ان اللي هي شحال ان زائد واحد شحال تساوي ان زائد واحد غنجي هاد الان زائد واحد زائد هاد واحد اللي كاينه اصلا على يو ان شحال هي غتبقى هي هي اه واحد على ان زائد واحد صافي هادي شحال غتولي هادي هي واحد على ان زائد جوج في هادي ان زائد جوج في القلوب ديال هادي ان زائد واحد على واحد حنا هاد القاعدة اللي طبقت هنا هي ا على ب على س على دي اللي هي ا على ب في دي على سي لان شحال عطينا هادي عطينا ان زائد واحد على ان زائد جوج شنو غنلاحظو غنلاحظوا بان البسط كيف داير صغر من المقام شفتوه يعني الا عوضنا بزيرو واحد على جوج عوضنا بواحد تعطيك على ثلاثه الى غير ذلك يعني دائما البسط صغر من المقام وبالتالي هذه مالها هذه راها صغار من من واحد هذه راها من واحد وبالتالي شنو قلنا ودي كان البسط صغر من المقام دونك تكون دائما النتيجه صغر من واحد اذا شنو دو دو يو ان بلس ان ان راها صغر من واحد باغ كونسيكونس غنلقاو غنلقاو بان يو ان Et voilà, c'est le même. Et décroissante. Et dans la il y a la convergence des suites numériques. La convergence des suites نيميريك هنا فاش تنهضروا على كونفيرجونس يعني تنهضروا على لي ليميت هنا تنهضروا على لي ليميت ولا مصادق التقارب ولا التقارب هنا غنبقاو نهضروا على لي ليميت يعني لي ليميت ديال لي سويت النهايه ديال المتتاليه فهمنا واش كونفيرجون ولا ديفيرجون ديفينيسيون سويون يو ان سويون يو ان سويت نيميريك سويت نيميريك متتاليه عدديه وهذا العدد ينتمي الى ار واحد العدد ان ينتمي الى ار هذه هي اللي غتكون نهايه شاطه دونك اون دي كو لا سويت يو ان اي كونفيرجون convergente متقاربة عقلت على متقاربة ولا ما عقلتش عليها كنا قلناها في الباك متقاربة فيغ ال امتى هاد ال هادي لان هنا سي امتى الا حسبنا لا ديال ان غادي بلوس لانفيني ديال او ان هذا تساوي ال فهنا هاد ال هادي قلنا ينتمي الى ار ايه.

لي في الاغلبيه الاغلبيه ما بها قليل اللي, اللي تخدم بها بالخصوص في في سي ولكن بالنسبه للسيونس مات راه بها بشكل كبير يعني الناس اللي عندهم سيونس مات ف تخدموا بشكل اكبر بهذه دا يقول لك بار ديفينيسيون مونتري كو لا ليميت ديال واحد لا سويت تساوي واحد يعني هو تيعطيك لا ليميت النهايه و تيقول لك بينها بلا ديفينيسيون كما قلت لكم بالنسبه لسيونس بي سي فهم ما تخدموش بها بزاف هادي ولكن بالنسبه لان اصعب يعني لي تكنيك هو عندها تكنيك بصح ديما باش نبينوها ولكن زعما بالنسبه للسيونس بي سي ما تخدموش بها بزاف و لي سيونس فهم مجبرين انهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذا الشكل هذا ديال لي ديفينيسيون ديال لي سويت دو ولا ليميت دو عندي un تساوي 4n زائد 1 على n زائد واحد على n زائد, زائد واحد، بغي نحسب ليميت ديال هاذي، نحسب ديال un اللي هي ربعة n زائد واحد على n زائد واحد، شنو لا ليميت n غادي دائما نحسبو لأن بليس ويت un هي ليميت ديال n غادي لانفيني ديال n زائد واحد على n زائد واحد، اللي هي شحال؟ إلا ليميت ديال إن غادي لبلوس لانفيني شنو غندير؟ أنا أكبر حد على أكبر حد ولا ممكن نعمل بإن غتبقى ربعة زائد واحد على إن على إن عامل لي واحد زائد واحد على إن، غنختازلو هنا هاد إن مع هاد إن هادي شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا ليميت ديال إن غادي لبلوس لانفيني ديال ربعة زائد واحد على إن على واحد زائد واحد على إن كاملين تنعرفو بأن أي عدد على لانفيني. ليميت دي ديال ان غادي بلس انفيني ديال عدد على لا لانفيني شحال تساوي اي عدد على لا لانفيني فانها تتساوي زيرو تفاهمنا عدد على لا لانفيني فانها تساوي زيرو دونك شحال يبقى لي هنا هنا تبقى لي ربعة زائد صفر هي ربعة هنا تبقى لي واحد دونك شحال هي هي ربعة تفاهمنا دونك لا ليميت ديال يو ان هي ربعة دونك يو ان راها كونفيرجون اي كونفيرج فيغ كاتر اكزومبل اخر نحسبو هاد لا ليميت ديال هاد لا سويت هادي ان بلس ان ناقص جذر ان لا ليميت ديال ان غادي بلس لانفيني ديال جذر ان زائد واحد ناقص جذر ان الى جينا عوضنا ديريكت تعطينا هنا بلس لانفيني وهنا مو لانفيني شكل غير محدد وبالتالي فاش يكون عندي الجذر دائما نفكر في المرافق اذا شحال تعطيني هادي هي ان غادي بلس لانفيني ديال جذر ان زائد واحد ناقص جذر ان عامل لي جذر ان زائد واحد زائد جذر ان على فاش المرافق ديال هادي شنو المرافق ديال هادي هو جذر ان زائد واحد زائد جذر ان يعني درت البسط في ذاك المرافق ضمن المقام حتى هو خصني نضربو في ذاك المرافق تفهمنا درت البسط في ذاك المرافق خلاص هاد لي ديال النهاية راكم تعرفوهم ولكن لا بأس أنني نذكر بهم والمرافق ديال هادي هو جذر ان زائد واحد زائد جذر ان اللي درتو في البسط وفي المقام حتى هو بطبيعة الحال باش نبقاش المات ضروري درتي في الباص خصك دير في المقام درتي في المقام خصك دير في الباص ما خصكش دير غير هكا وفقا حيد يضيب بحالك دونك غادي تعطينا هادي متطابقه هما ا ناقص بي عامل ل ا زائد بي اللي هي ا اوس 2 ناقص بي اوس 2 على جذر ان زائد واحد زائد جذر ان اللي هي شحال تعطينا هادي يعني لان ديال ان غادي بلوس نافيني هادي ان زائد واحد ناقص ان على جذر ان زائد واحد زائد جذر ان شنو غيوقع هنا غتمشي زائد ان مع ناقص ان غتبقى ليا واحد على هادشي كلو تبقى ليا واحد على جذر ان زائد واحد زائد جذر ان اللي هي واحد على على لانفيني واحد على لانفيني شحال تساوي واحد على لانفيني راه تتساوي صفر اي عدد على لانفيني فانه تساوي صفر كما قلت لكم فاش جينا نحسب مع الحساب الاول لقيت بان هذه ديفيرجون دي يعني لانها كانت ماشي ديفيرجون لقيتها فورم انديتيرمين لقيت لنا بلوس انفيني ولا مو لانفيني بلوس انفيني مو لانفيني جاك راه محدد وبالتالي شنو درت درت المرافق ها هي هذا المرافق ديال هذه شنو هو جذر ان زائد واحد زائد جذر ان ها هو المرافق ديالو درت سي درس العدد خصني المقام حتى هو نضرب في نفس العدد لانه ممكن انني نختزل هذه نختزلها مع هذه تبقى غير هذه اللي هنا فهمنا تبقى غير هذه ونرجع للشكل ديالي الاول فهمتي بهذ المرحله من هنا بحالا ما درت والو ولكن انا درت بزاف عاوتاني أه... من بعد هنا شنو درت طبقت المتطابقه الهامه اللي هي ا ناقص بي عامل ل ا زائد بي هي هذي ا ناقص بي عامل ل ا زائد بي شحال تتساوي تتساوي ا او 2 ناقص بي او 2 هي هذي ا او 2 ناقص بي او 2 هنا n زائد 1 ناقص n هاهي غاتمشي لي n مع ناقص n لأنه سون دو نومر اوبوزي عددين متقابلين

ان او ان محصوره ما بين دبليو في ان ولا في ان هنا احسن وهنا دبليو في ان القاعده تقول الا كانت عندي لا ليميت ديال ان غادي بلس انفيني ديال في ان تتساوي ال وعندي ليميت ديال ان غادي بلس انفيني ديال دبليو في ان تتساوي ال يعني الا حسبت لا ليميت ديال هذه دي لقيتها تتساوي ال وحسبت لا ليميت ديال هذه تتساوي ال فان بالضروره الوغ فان بالضروره لا ليميت ديال هذه دي حتى هي غتساوي ديك ال فهمنا هذه تيغون جوندا تقول لك بانه اذا جاب الله كان عندي واحد المتتالية محصورة ما بين في ان و دبليو ان وحسبت ليميت ديال في ان وقيت هذا تساوي ال وحسبت ليميت ديال دبليو ان وقيت هذا تساوي ال فبالضروره 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 ليميت ديال او ان خصها تكون تساوي ال فهمنا كملاحظه بسيطه جدا كملاحظه بسيطه بسيطه جدا هو انه امتى نخدم بهذه القاعده هذه هاد القاعده هذه نخدم بها فاش تكون عندي آه فاش تكون عندي آه فاش تكون عندي, آه عندي ناقص واحد ناقص واحد اس ان ولا سينيس شي حاجه ولا كوزينيس واحد العجب هنايا هادو كلهم فاش تكون عندي بحال الشكل هذا فبالضروره فبالضرورة أنا هنا بالطريقة الطريقة هذه ما هي الطريقة هي أنه عارف أن السينوس ما بغا يكون داكشي اللي وصل منه فإنه غيبقى دائما محصور ما بين ناقص واحد وواحد فهمنا نفس القضية مع الكوسينوس كوسينوس كيما ما بغا يكون داكشي اللي وصل منه فإنه دائما غيبقى محصور ما بين واحد والناقص واحد والناقص واحد أس إن حتى هي غيبقى دائما محصور ما بين واحد والناقص واحد أقول لكم كلها حاجة علاش C'est tout ce que je voulais vous expliquer. C'est Exemple. Un dit soit un soit un défini par un c'est-à-dire sin n à la n. On va calculer la limite de la D. Calculons

فهمنا ليميت السينوس والكوسينوس ديال بليس انفيني حتى هي غير موجوده نفس القضيه ما هنا ناقص واحد جوج ان حتى هي راه نيكزيست با فهمنا في الغالب هادو نخدموا بهم بهذا الشكل هذا إذا شنو غندير غنخدم الطريقه ديال جوندار عندي سينوس دو ان محصوره ما بين واحد وناقص واحد صافي هادي راه عندنا دائما اون هادي بوغ توت ان يعني كيما غيكون داك الان اذا شنو اذا غنمشي غنحاول غن ناطر هادي دونك سينوس دو ان على ان غتبقى محصوره ما بين واحد على ان وناقص واحد على ان فهمنا وهنا غتجي هجيد... غتجي هجيد... هاد التيغيم تخدم شنو غنديرو غنشوفو هادي شحال النهايه ديالها في بلس انفيني لان يوصل ل ان النهايه ديال هادي في بلس انفيني شحال هي هي زيرو واحد على بلس انفيني زيرو عطيني هنا شحال تعطيني هادي ناقص واحد على بلس انفيني حتى هي زيرو دونك بالضروره وبالضروره هادي شحال غتساوي هي غتساوي زيرو طبيعي جدا <applause> دو دو ولا دونك الوغ ان محصوره ما بين ناقص واحد على ان واحد على ان وعندنا لا ليميت ديال ان غادي بلس انفيني ديال واحد على ان تتساوي لا ليميت ديال ان غادي بلس انفيني ديال ناقص واحد على ان تتساوي صفر هادي تتساوي صفر وهادي تتساوي صفر فهمنا دونك هاد النهاية ديال هادي تتساوي صفر والنهاية ديال هادي حتى هي تتساوي صفر وبالضرورة دو لا ليميت ديال ان غادي بلس انفيني ديال او ان حتى هي غتساوي لنا صفر هادشي على حسب جوندارم ماشي انا اللي قلتو ماشي نتوما ماشي حتى شي واحد جوندارم اللي قال لهم هادشي جوندارم اللي قال لهم هادشي نديرو شي اكزومبل اخر لي هو على كالتالي اللي هو ناقص واحد اس ان على ان نص اثنان زائد واحد زائد واحد فهمنا <applause> اذا شنو غندير قلت لكم ودي الا جينا نحسبو ليميت في بلس انفيني ديال هادشي هذا ناقص واحد اس ان راه ما معرفاش صافي يعني الا جيت بغيت نعوض زعما ندير فيها معلم راني ما معلمش لان ناقص واحد اس ان قلنا بانها ما معرفاش دونك شنو غندير عطينا هاد القضية قلنا ناقص واحد أس إن محصورة ما بين واحد وناقص واحد وقلنا علاش أودي بأن ناقص واحد أس إن معرفة بين محصورة ما بين ناقص واحد وواحد لأننا إلا عوضنا ناقص واحد أس إن إلا عطيت القيمة لإن إلا عطيتها القيمة لإن عطيتها صفر شحال تعطي ناقص واحد أس هي هي واحد عطيتها إن عطيتها واحد ناقص واحد أس واحد شحال هي ناقص واحد عطيتي الإن تساوي جوج ناقص واحد أس جوج شحال هي هي واحد عطيتي أنت تساوي ثلاثة ناقص واحد ثلاثة هي شحال؟ هي ناقص واحد وهي غادية واحد ناقص واحد واحد يعني يعني ناقص واحد يعني لكن كان عدد زوجي غتعطيك واحد كان عدد فردي غتعطيك ناقص واحد يعني القيم ديال ناقص واحد أس ان غتبقى غير واحد ناقص واحد واحد ولا ناقص واحد هي صافي ناقص واحد محصور ما بين ناقص واحد وواحد اذا دونك ناقص واحد ان على ان زائد واحد غتكون محصورة ما بين واحد غنقسمو ان زائد واحد و ناقص واحد على ان اس 2 زائد واحد قسم كلهم قسمتهم على ان اس 2 زائد واحد كلهم على ان اس زائد واحد دونك غنكمل دابا اللي هي ناقص واحد على ان اس 2 زائد واحد زائد واحد غتكون محصوره ما بين واحد على ان اس 2 زائد واحد زائد واحد وهنا ناقص واحد على ان اس 2 زائد واحد زائد واحد هنا اصغر من تفهمنا مزيان الى جينا حسبنا لا ليميت ديال إن غادي لبلوس لانفيني ديال واحد على إن نص اثنان زائد واحد زائد واحد شحال هادي واحد على بليس لانفيني لأن لعوضنا إن هنا إن نص اثنان بليس لانفيني غتعطيك واحد على بليس لانفيني هي زيرو زيرو زائد واحد هي واحد عاوتاني هنا عاوتاني هادي إي لا ليميت ديال إن غادي لبلوس لانفيني ديال ناقص واحد على إن نص اثنان زائد واحد زائد واحد شحال هي هادي ناقص واحد على بلوس لانفيني ناقص واحد على لانفيني هي زيرو زيرو زائد واحد هي واحد دو دو لا ليميت هادي شحال عطاتنا هادي عطاتنا هادي عطاتنا واحد وهادي عطاتنا واحد دونك شحال عطينا هادي شحال عطينا هادي هادي اللي اللي عندنا اللي هي يو ان بالضبط اللي هي يو ان بالضبط دو لا ليميت ديال ان غادي بلوس لانفيني ديال يو ان حتى هي غتعطينا واحد هادشي على حساب جونطا نقول لكم ماشي انا اللي قلت اه يا وينه <applause> الله الله تيغيم يقولك لك هذه تيغيم سوا او ان ان سويت نيميريك لاحظوا معايا قال لك سي سي لا سويت سي لا سويت اي 60 لقيناها تزايديه اي ومكبوره ومكبره لقيناها تزايديه ولقيناها مكبوره الوغ لا سويت الوغ لا سويت يو ان اي كونفرجنت لقينا المتتاليه لقينا المتتاليه تزايدية إلى تزايدية ولقيناها مكبورة فإن المتتالية إي إن مالها متقاربة راه <applause> ممكن يعطيك السؤال الأول قال لك بينها تزايدية والسؤال الثاني يقول لك بين بأنها مكبورة ولا السؤال الأول يقول لك بين بأنها مكبورة السؤال الثاني يبين لك يقول لك بينها تزايدية والسؤال الثالث يقول لك ماذا تستنتج خص تقول لي بأنها إن راها كون كونفيرجونت اون ان راها كرواسونت اي ماجوري دونك راها كونفيرجونت راها متقاربه يعني yani عندها نهايه فهمنا يعني yani عندها نهايه عاوتاني سي لا سويت العكس سي لا سويت اي دي كرواسونت اي مينوغي يلا لقينا هنا ناقص ياو مصغورة ألوغ لا سويت يو إن مالها كي كونفيرجون حتى هي فهمنا الا لقيناها تناقصية هذه المره هذه مع مصغوره اذا راه متقاربه تفهمنا يعني ادي جوج الحالات اللي ممكن نبينو بهم تقارب ديال المتتاليات الى لقيناها يقدر يقول لك السؤال الاول بين بانها مصغوره والسؤال الثاني يقول لك بين بانها تناقصيه وبالتالي يقول لك ماذا تستنتج خصك تقول لي اش دا بانك تستنتج بان المتتاليه مالها اي كونفيرجون المتتاليه متقاربه <applause> الله الله ديرو اكزومبل اعطينا خذينا ان سوا ان Une suite numérique définie pas un supérieur strictement à 0, on l'a vu, Galia, et un plus 1 est égal à un sur 2. C'est-à-dire, je vais de Ça fait euh, Galia

شنو غندير دابا غنخصني نبينها بانها دونك شوفوا معايا شنو بينها بين ده ده بينها مينوري دونك بين شنو خصني بينها خصني نبينها بان لا سويت راه ديكرواسون الا بينها بديكرواسون دونك غنقول بان لا سويت راه كونفيرجون شنو غندير باش نبينها ديكرواسون غنحسب يو ان زائد واحد ناقص يو ان غنحسبها هي يو ان زائد واحد هي يو ان على جوج ناقص يو ان اللي هي شحال هي يو ان على جوج ناقص جوج يو ان على جوج واحد المقام ما بينهم درت هنا جوج هنا في المقام جوج هي هذه وتعطينا يو ان ناقص جوج يو ان اللي هي ناقص يو ان على جوج دونك شنو غتعطيني هذه هاد المتتالية هادي يو ان اكبر من صفر دونك طاش غندير ليها الناقص وتولي صغر من صفر دونك هادي صغر ولا كتساوي صفر دونك شنو دونك يو ان بلس ان ناقص يو ان راها صغر من صفر دو يو ان اي ديكرواسون دونك راها تناقصية وبالتالي شنو غنستنتج